وسهلا ومرحبا بكم معنا في جديد من قناتنا فاش يتعلم. هنا في الفيديو غندوزو الصفحه 82 من المقررات ديالنا ميز ابرونتيساج. اوكي يلا شوفوا. طبعا هنا درت هنا غرامير لادجكتيف كاليفيكاتيف. لادجكتيف كاليفيكاتيف هو النعت، هو النعت. اوكي نبداو بجوبسيرف اي جو ديكوف ونشوفوا. لو سالي اي لو كونستيتيون دي مير اي دي اوسيان. لي اوسيان سون جيغونتيسك. لاحظوا هذه الكلمات اللي تيتم الاولين عندنا هنايا. لارجون ريسو دو لا طومبولا سيرفيرا ا نيتوايي لا بلاج. لي اوردور ميناجير سون ايتالي سور لو سابل برون. لا فيي اوزين بولو بوكو. هوروزمون ايل سورا فيرمي ا بارتير دو موا بروشان. مزيان. اذا هنا غنشوفوا جو مانيبول جو ريفليشي كو بريسيز لي مون اون كولور. اذا هذوك لي مون اون كولور اش يحددوا ليا. اذا نشوفوا هنايا باش يكون باين لينا مزيان. اذا الوغ لي مون اون كولور لي كاركتيرستيك اي لا ديسكريبسيون دان مون. اذا هذوك لي مون لي اون كولور اشنا هو الدور ديالهم. اذا ماذا يحددون؟ اذا تحددوا لي اشنا هو، هو المميزات وكذلك الوصف ديال الكلمه اللي قبل منه. واخا تمام. فاش قلنا هنا مثلا، فاش قلنا هنا لو سالي الماء اش الا قلنا الماء صافي الماء، ولكن فاش قلنا هذا سالي اش قصدنا بها؟ الماء المتسخ، يعني وصفنا هذا الماء هذا. اذا هادو لي من الاولين اش تيلقوا ليا هما انهم il me donne les caractéristiques et la description d'un mot. واضحه لي كاركتيرستيك اي لا ديسكريبسيون دان مو. واضحه. السؤال الثاني كومون لي زابيل طون. اش تسمى هاد النوع هاد الكلمات اش تسمى هادو في الجمل الفرنسيه تيتسمى سون دي لي ادجكتيف كاليفيكاتيف. Ce sont les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs. Ok. Ce est le mouali. Où sont-ils placés? Et là, là, je vais le texte. L'eau salée. J'ai après le nom. Les océans sont gigantesques. J'ai après le verbe. L'argent reçu. J'ai après le nom. Les ordures ménagères. J'ai après le nom. Sur la sable brun. J'ai après le nom. La vieille usine. J'ai avant le nom, tu vois, sera fermé, genre après le verbe. On a le mois prochain, genre après le nom. Et donc, je vous mets ce là. Et donc, tu dis le avant ou après le mot qu'il désigne. Avant ou après le mot qu'il désigne. يعني لو مو اللي تنهضروا عليه تيجي يا اما قبل منه يا اما من بعد منه. بحال شنو هما لي زادكتيف اللي عندنا بالنسبه للسؤال الرابعه؟ عندنا سالي ريسي ميناجير برين فيي بروشان. واضح؟ واضحين؟ سؤال خمسه اونتور اون فير سو كي سون بلاسي ابري ان فيرب ديتا. اذا شكون هما اللي جاو تما مورا ان فيرب؟ شوفوا معايا هذا امو هذا واش تي سون شنو هو السون؟ هذا سلوكسيليير اتر. اذا عاد جا مورا. اذا هذا هو الفيرب اللي قال لي غندور عليه بالنسبه للسؤال خمسه. اذا هذا جا مورا ان فيرب اللي هو السون. نقلبوا عاوتاني كاين عاوتاني هذا سوغا. اش يكون سوغا هنا؟ هذا سوغا سلوكسيليير اتر فاش في الفيتور. اذا سوغا فيرمي. اذا فيرمي شتوا؟ اذا فيرمي فين ما تكون مورا لو فيرب اتر. اذا هما هادو. اذا بالنسبه لي فيرب اللي جاو مورا ان فيرب ديتا هو جيغونتيكس جيغونتيسك او فيرمي. واضح مزيان. ندوزو للسؤال 6. اوبسيرف بيان شاك ادجيكتيف افيك كوا ساكورتيل. اذا ساكورتيل اذا كيما من تيمشي بحال قلناها مثلا لو سالي. اذا هذا فيمينا هذا توا فيمينا. هنا عاوتاني دي زوردور بلوريال تهدف البلوريال. اذا تنقولوا il s'accorde ها هي هنا il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le prénom. ديما تمشي ليه مع لو نو وتيكون تيمشي هذاك المؤنث الاخر تيكون مؤنث الاخر تيكون مذكر تو تيمشي معاه مذكر. اذا il s'accorde avec ها هي en genre et en nombre avec le nom ou le prénom. سبعه relève un adjectif qualificatif qui a la forme d'un participe passé. هو ريسو
إذا الparticipe passé تنظروا على بحال passé composé فاش نقول جي مانجي إذا مانجي الparticipe passé إذا هنا سي لو فيرب recevoir recevoir إذا تنقول جي ريسو إذا ريسو هو الparticipe passé إذا هنا ولكن ماشي participe passé هنا ديال passé composé هنا سي ان adjectif ولكن تيلعب الدور ديال participe passé إذا هو ريسو فهمنا إذا جو روتيان كيما قلنا adjectif qualificatif إذا مو كي بريسيز لي كاركتيريستيك دان نو أو دان برونون Cette voiture rouge. Rouge, ou adjectif de voiture. Qui m'a dit qu'il y a une épithète ou qu'il y a un attribut. Inch'Allah, on va voir dans le cours de la Sahara de Mouali, il y a 83. Et d'ailleurs, je vous remercie, on va voir dans le cours de la Sahara de 83.